الناس اللي بتتجوز على التيك توك وبتحب على التيك توك وبتغسل على التيك توك وبتنشر على التيك توك وبتعمل البدع على التيك توك وبتقشر بضص على التيك توك وبتاكل على التيك توك وبتربع عيالها على التيك توك. يا جماعة خدوا بالكم، الموضوع خطير جدا. الناس اللي بتسيب الواقع وبتروح لوسائل التواصل الاجتماعي تجد كل يوم عليه وتقول لك أنا بهرب من القلق والإحباط والاكتئاب، أثبتت الدراسة الحديثة أنه وسائل التواصل الاجتماعي ما فيها تيك توك وانستجرام وإكس وجميع وسائل التواصل الاجتماعي إذا قضيت عليها أكثر من نصف ساعة يوميا فإنها تفصلك عن الواقع وتصيبك بالقلق والضغط والاكتئاب وإنت مش حاسس إطلاقا. حذار يا جماعة، الموضوع خطير جدا ليكم ولأولادكم، لأن انت لو عييت ولا لو مت مش هتلاقي حد من الناس اللي على التيك توك وسائل التواصل العالم الافتراض ده يوديك للطبيب ولا يجيب لك الدواء عشان تشربه، ولو مت محدش هيحس بيك أبدا. فخد بالك، انت انفصلت عن الواقع وفقدت جزء كبير من إنسانيتك وعلاقاتك الإنسانية المهمة لتطورك الإنساني والبشري في مقابل هذا العالم اللي هو الموازي. فانت في حالة خطرة جدا لو بتقضي اكتر من نص ساعة. خدوا بالكم من نفسكم من اولادكم، وده الموضوع اصبح خطر جدا. الناس اللي قاعدة تحلم بالثروة على التيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولادك هم الثروة بتاعتك. وشكرا.